الحين جايين مكان اسمه شيلدرن ميوزيوم في هيوستن، حاجة زي الكت زي اللي صورها ذاك احمد، وفيها من كل حاجة موضوع لي وحق الجهال يعني اللي بيجي يتمشي ياهم. هذه آية هنا ركبنا السيارة متحمسة تسوق. آية عدل هذا هنا الموضوع، تاخذ الفواكه وتجي تحاسب الى نفسك. المهم الحوائج الحلوة هنا. آية وش تسوي؟ انها تشتغل في المكان. قلنا لا ذاك ترتب الامور البحلسية حقها. وش حطي بعد ليمون، حطي ليمون. يعني هنا مسوين زي شكل مطعم، وأهم شيء الشاورما هناك ركزوا عليها. هنا بيزا وحركات، أنا شكل مطعم كان. كلينك حق الحيوانات والحاجات هذه. أنا عدم ذلك. تقعد ترسم، تأخذ رسمتها لها. هنا الطابق الثاني من الأمور حق الجهال. من هذه البوابة لازم تفسخ الجودي حقك عشان نظافة الجهال. ويعطوك كيس هنا عشان اذا تشوف اي لعبة من دول الالعاب وسخة تشيلها اياك وانت طالع. اعطيلك كل شيء عشان الواحد ويش سوي يخترع. يا آية، آية وش بتسوي؟ يعني هنا حاطين الحوائج دولة عشان يصير ويشو كرييشن عند الجهال. هذا آية بدت داهية. حاجة تانية حق الجهال يلعبوا فيها بعد. ماركر انكس بس مسكر الموضوع، تحسه زي السباكة داخل ما يفتح الا يومين في الاسبوع. المهم على حاجة يسموها شركة للدوائر الكهربائية والخشبية في لابتوبات هنا حق اللعب. اثنين ثلاثة ولعبنا هنا اللعبة دي قديمة. نشوف هذا بعد تبع المحل هنا سووا رياضة شوي، يعلموهم على الرياضة والحاجات لعدنا. هذا هنا بعد اختراع جديد، الواحد يركب بالدرج لين فوق وينزل. هنا معمل ثاني بعد عشان اهم شيء ويشو الجهال يبدعوا في حياتنا. مدينة هنا ثانية، انا مدينة المكسيكان، سوبر ماركت متواضع. هنا هذا تمثال الحرية حق المدينة، وهنا الطرطيرة شغل سوريا. هنا في ناس سوي جواتي ما جواتي. هذا هنا الروبوت مسوى كله تلفونات، لو تقرب لي بس قريب شوي. أنواع التلفونات فيه هذه اللعبة، تقعد تفتر وبعدين تجيلك من هنا. هذه آية هنا مستانسة، حطيها مرة ثانية شوي. الأمريكان ما يقدر ينسوا دي الحاجة، اللايبراري المكتبة لازم.